الأولى يبدو أن السلطة في تونس أرادت أن كما يقال تغطي عين الشمس بالغربال. بالغربال، تحديدا وزارة الداخلية. أثناء الندوة الصحفية رفضت الوزارة الاعتراف بوجود إرهابيين من جنسية أجنبية في جبل الشعب. أنا كنت حاضر في الندوة الصحفية، وكان هناك زميل جزائري من التلفزيون الجزائري طرح السؤال على السي العروي، قال له ما هو دور لعبته العناصر الجزائرية في، فقال له حرفيا، قال له الرجاء التثبت من المعلومة وعدم بناء يعني تقريركم على تسريبات وكذا، ثم نحن لا نريد أن نسيء علاقاتنا بالجوار بناء على التسريبات، ولكنه في نفس الوقت تحدث على ليبيا وتحدث على مالي، هذا مش مشكل، لكن الجزائر مشكلة أن تحدث عنها واليمن. واليمن ثم بعد يومين اللي هو البارح، بعد ما شفنا الاعترافات الغير قانونية وغير أخلاقية التي قام بها هؤلاء الأشخاص الموقوفون، قالوا بأن الموجودين في الجبل وبين ظفرين أمراء هذه المجموعة هم من الجزائريين من المتمرسين. ونلاحظ كذلك من مصادر من خاصة على فكرة وموثوقة بأن الجزائريين هؤلاء سنهم يفوق سن الشباب التونسيين بثلاثين سنة في بعض الحالات. بعض التونسيين موقوفين عمره 15 سنة، 15 سنة عمر موقوف، في حين معدل سن الجزائري الموجود في جبل 50 سنة تقريبا. 50 سنة. نعم. وأمير هذه المجموعة بن ظفرين هو شخص جزائري، والذين أقدموا على ذبح الجنود القوات الخاصة هم كذلك من الجزائريين، زائد كمال القذقاذي كما يقول أحد الموقوفين. في حين أن الدولة الجزائرية في ذات الوقت منذ 6 أشهر تصرح وتقول لا علاقة لنا بما يجري داخل التراب التونسي، ونحن من جهتنا نشرنا 11 ألف جندي لتأمين الحدود لتأمين الجزائرية عدم التونسية. تسلل أشخاص من أو إلى. في نفس الوقت نشوف بعد اعترافات هؤلاء الأشخاص بأنه اللي قائمين على الأعمال هذه هم من الجنسية الجزائرية. الجزائرية. نعم، وفارق السن زاد على ذلك. هذه ماهر معلوماتك الخاصة. هذه معلومات مؤكدة وغير قابلة للطعن. ومن أراد أن يطعن فأنا معرض نفسي للمساءلة القانونية بطبيعة الحال إن كنت يعني. خاطر تصريحات نعم. خطيرة هذه. نعم. ماهر تقول نعم. أمير الجماعة الموجودة في الجزائر هو في جبل الشعبي هو جزائري. بل أميرين. أميرين. نعم. عندك أميرين. الأسماء ماهر؟ الأسماء بطبيعة الحال يحيى اسمه الحركي اللي هو في الحقيقة إسماعيل الغريسي. واللي بالمناسبة نحن نستغرب كيفاش وزارة الداخلية اللي عندها صورته وما نشرتش صورته للإعلام، والعملية هذه عملية نشر الصورة هي في الحقيقة راهي تسرع في عملية القبض على الناس هذوما وفي عملية اكتشافهم، كما في حال حكينا في الماضي أشهر الوراء في حالة أحمد الرويسي قاتل شكري بالعيد، وقلنا إنه أجهزة الأمن عندها صور غير الصورة، صورة حديثة عن الصورة القديمة اللي نشرتها، لماذا لا تعممون نشر الصور؟ لماذا لا ترصدون بعض المبالغ المالية ولو رمزية لتشييع الناس، ويعني حطينا الناس قدام مسؤوليتهم وتشريكهم في عملية البحث عن هؤلاء القتلة. الأمير الثاني بن ظفرين هذا الأول يحيى هذه يوم يحيى إسماعيل الغريسي، الثاني مدعو أبو أيمن، هذا كذلك بن ظفرين الأمير على جبل الصمام، في حين الأول هو على جبل الشعامبي، مقسمين يعني. نعم، ويتحركون بأريحية ويصعد إليهم الغذاء والأكل وكل شيء متوفر، ولكن كذلك يدخل في باب كيفاش القصة هذه أعتقد أن جزء كبير منها مركب. الموقوفين وقت يتحدثوا على جلب الأكل، على فكرة المجموعة اللي تم إيقافها هذه ليست مجموعة مقاتلة، هذه مجموعة دعم لوجستي يقومون بشراء الغذاء من القصرين، مدينة القصرين، يمشون على الأقدام وعلى وسائل نقل خفيفة مدة 15 مسافة 25 كيلومتر تقريبا، مجرد وسيلة يعني. نعم، مقابل عملة، مقابل عمولة تدفع لهم بالضبط، بالعملة الأجنبية تدفع لهم بين 100 إلى 200 يورو تدفع لهم. والغريب على فكرة في مشتريات، نعم، الغريب في العملة الصعبة، بالضبط، الغريب في مشتريات وفي طريقة أكل هؤلاء الإرهابيين أنه يأكلوا قد طماطم قد الهريسة، هذه معلومات خاصة ما احكيوش عليهم بطبيعة الحال. يعني نعم، كل واحد فيهم كيقول انا راني مشيت نتمول للجماعه ذوما شريت كذا كيلو، كذا كيلو مقرونه ولا كذا كيلو كسكسي، وراني شريت لهم 24 كيلو طماطم و24 كيلو هريسه، والاخر يقول راني شريت لهم 10 كيلو طماطم و10 كيلو هريسه، هذه تعاودت 4 ولا 5 ولا 6 مرات، فتحس انه شوف الانسان كيف يقول معناها حبل الكذب قصير، معناها هل هذه صدفه؟ هل هذه معقول الشيء هذا؟